عرفنا بنفسك. محمد اسماعيل رئيس قطاع الشركات لخدمات الكونسلوريتس للشرق الاوسط. احنا النهارده شرفنا بدعوه انو ايجيبت على البلاتفورم على الانوفيشن في مصر، واحنا ان شاء الله ناويين نشغل النظام بتاعنا في نص السنه 2018 ليخدم السوق المصري. النظام بيوفر سيستم او منظومه متكامله بنقول عليها ايكو سيستم، يساعد الشركات انها توفر بياناتها اللي موجوده على البلاتفورم، ويوفر للشركات الكبيره اللي بتديها خدمات الاسعار المنخفضه، يوفر للبنوك المعلومات اللي بتحتاجها عن الشركات وتساعدها للتمويل، وبالتالي بنساعد الشركات انها تنمو بسرعه شديده ان شاء الله. طب مميزات البرنامج اللي هتعمله رويتر ده ايه؟ بيدي ثقه؟ اول حاجه ان الشركات لما بتدخل بياناتها على السيستم عندنا بنراجع احنا البيانات، كل ما كانت البيانات دي سليمه ودقيقه وكافيه بيبتدي تاخد الشركه درجات اعلى من الثقه، بحيث ان البنك لما بيشوف الشركه دي بيشوف درجاتها في الثقه قد ايه، يقدر يديله تمويل بطريقه اسهل وبطريقه افضل. شكرا لحضرتك.